برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. أي أم لما بيكون عندها ابن عنده فرط حركة أو نشاط زايد أو زي ما بنسميه ADHD، طبعا أول حاجة هي بتكتشف إن عنده المشكلة دي لما بتعمل الاختبار اللي هو فعلا بيحدد لها النقطة أو المشكلة دي. فبعد ما هي بتعرف من الاختبار اللي هي عملته إن هو فعلا عنده فرط حركة، بتبتدي تعمل جلسات مع الأخصائي. طبعا احنا ممكن نسمي كده الخطه العلاجيه اللي بتتم، ممكن نقول عليها زي الهرم، بيتكون من ثلاث مثلا زوايا. الزاويه الاولى هيبقى مثلا الطبيب المتخصص، والزاويه الثانيه هيبقى الاخصائي اللي هو بيقوم بجلسات تعديل السلوك، والزاويه الثالثه وهي اهم زاويه وعليها نسبه 90% هي الاسره، لان طبعا الاخصائي بيشرك الاسره في ان هي ازاي تقدر تساعده في علاج ابنهم اللي عنده ADHD من خلال طبعا خطه علاجيه هو بيعملها وبينسقها بينه وبين الاخصائي، لان طبعا الجلسات بتبقى ممكن جلستين في الاسبوع او ثلاثه وبتكون لمده نص ساعه، وطبعا دي غير كافيه ان الولد سلوكه يتعدل في المده القصيره دي، فلازم اكيد يكون في تدخل قوي من الاسره وخاصه الام، لان هي بتبقى اكتر واحده ملازمة للطفل. وده اللي النهاردة إن شاء الله حابين نعرفه من الأستاذ الدكتور محمد محمود، استشاري العلاج النفسي والإرشاد الأسري واستشاري العلاج السلوكي. هيكلمنا النهاردة عن الموضوع ده وإزاي نقدر نعمل خطة علاجية وخطة سلوكية وإحنا قاعدين في البيت مع أولادنا. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وسهلا مشاهدين. دكتور، إزاي الأم تقدر تعمل يعني خطة علاجية جوه البيت، وإيه هي المدمرات اللي بتفسد العلاقة بينها وبين ابنها اللي عنده ADHD؟ تمام. وإزاي تقدر تحسن العلاقة؟ طبعا أنا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وبحيي حضرتك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك عرضتيها. في البداية طبعا يعني حضرتك بدأتي وقلتي إن الأسرة عليها 90%، فعلا دي حقيقة إن الأسرة عليها 90% من الجلسات، لأن هي أضرب الطفل، هي بتحاول إن هي مثلا إيه تشتغل معاه بتوجيهات من الجلسات اللي إحنا بنحطها لها. تمام. فاحنا وزي ما حضرتك بداتي وقلت مدمرات العلاقه بين الاسره والطفل، طبعا في مدمرات للاسف ان دي بتخلي ان الطفل اصلا ما يستجيبش من الاسره، وبتاثر بالسلب على الطفل وبتكبر معاه. المدمرات دي زي ايه؟ اول حاجه اعطاء الاوامر بصوره كيفيه غير مبرره، بمعنى انا بدوله الامر عايزه ينفذه وخلاص، انت تنفذ الامر من دون نقاش. فدي اول حاجه بتدمر العلاقه، بتخليه حتى لما هو بيكبر للاسف بياخد جنب لوحده. تمام. ما بيستجيبش خلاص، بقى هو مش هيستجيب من الاسره حاجه، لان انا بديله الامر، بديله حتى ايه، بديله الامر مثلا قوم اعمل كذا بصباعي كده، قوم اعمل كذا، قوم ما تعملش، فاهمه قصدي؟ لا، المفروض ان انا اديله الاوامر بطريقه صحيحه وسويه. تاني حاجه التهديد، واللي بنشوفها برده مع معظم حالات الاطفال ADHD، التهديد عن طريق ايه؟ التهديد المادي او التهديد المعنوي. التهديد المادي كالضرب او العقاب او الحرمان. التهديد المعنوي اللي هو لو ما عملتش كذا مش هحبك، اللي هو الابتزاز العاطفي بقى، لو ما عملتش كذا انا هكرهك. فده طبعا بيأثر بالسلب جدا. المقارنه دي برضو من المدمرات ومن الكوارث اللي بتدمر العلاقه بين الطفل والاسره، اللي هو مثلا هقارن ابني باخوه، هقارن ابني بحد تاني معاه. فدي طبعا للاسف من ضمن المدمرات. ثالث حاجه رابع حاجه برضو وللاسف دي بنشوفها كتير جدا، السخريه. يعني ساعات مثلا ايه، انت فاشل، انت ما بتسمعش الكلام، انت على فكره، وتسخر منه بقى بالاضطراب اللي عنده. هو ما بتعرفش ان الاضطراب اللي عنده اصلا للاسف هو يعني تعديل السلوك ده هو غصب عنه، هو مش طفل نورمال عشان خاطر ان احنا نحط الكلام، نديله الكلام او الاوامر يسمعها. فدي طبعا بتاثر جدا. اصدار الاحكام زي مثلا ان انا بسبق له كمان انت غبي، لان انت ما عملتش كده عشان خاطر انت ما بتفهمش، فدي طبعا بتاثر برده بالسلب. فكل دي المدمرات دي للاسف الاسره لو يعني لو حاطط لها حد، او ان هي اتعاملت بطريقه صحيحه حتى لو لفتره، احنا بنقول ان العاده الطفل بيستجيب بعد مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع. لو الام استمرت او الاسره استمرت على الموضوع ده ثلاث اسابيع او حتى شهر، الطفل خلاص هو هنا حسنا العلاقه وخلاص شلنا بقى المدمرات دي وحسنا العلاقه بين الاسره والطفل. فدي اهم نقطه جدا، حته ان احنا نعرف ايه هي المدمرات اللي بتدمر الطفل او بتدمر العلاقه. عشان كده الام تيجي مثلا تقول ان الكلام الاخصائي هو اللي بيستجيب معاك كلام، لكن نروح البيت ما بيستجيبش. للاسف، لان في البيئه نفسها الاسريه مش مدعمه او مش محفزه ان هي تعدل السلوك. لا، دي بتدمر السلوك. فلازم ان احنا نراعي المدمرات دي. طب ازاي بقى يا دكتور هنحسن العلاقه؟ هنحسن العلاقة ازاي؟ احنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت هو مثلث، تمام؟ بين الأسرة وبين الطبيب ومن الطفل. فاحنا دلوقتي أهم نقطة إن الطفل، يعني أنا عايز أقول لحضرتك إيه؟ إن هو يستجيب، يعني الأسرة خلاص نقلت الجلسات العلاج السلوكي وكتبتها من الطبيب أو من الأخصائي، تروح البيت بقى تنفذها. لو نفذتها لفترة زي ما قلت لحضرتك برضو، فترة محددة أو فترة معينة، خلاص الابن كده العلاقة اتحسنت. يعني كده العلاقة اتحسنت، واحنا شلنا المدمرات دي وتعاملنا بطريقة سوية. هل هتحسن بره وجوه؟
هيتحسن بقى بره وجوه. ليه بقى؟ لان خلاص السلوك هنا بقى عاده، بقى اسلوب حياه، فهيتحسن طبعا جوه البيت وبره البيت. طب ازاي يا دكتور بقى نخلي الطفل اللي عنده اي دي اتش دي يستجيب للاوامر بدون عند؟ نقطة مهمة جدا طبعا دي، ان هو الطفل اصلا هو معظم الاي دي اتش دي ما بيستجيبش للاوامر للاسف، وبيعاني وبيتمرد، لو هو حتى مراهق كمان بيتمرد وما بيستجيبش للاوامر. هو ليه ما بيستجيبش للاوامر؟ او ان احنا نفسنا او الاسره للاسف بتدي الاوامر بطريقه خاطئه. بتدي الاوامر ازاي؟ انا دلوقتي باجي ادي مثلا لطفل الامر، تمام، انا بقول له قوم اعمل كذا، او قوم مثلا، او اطلب منه اي امر، تمام. هو طبعا شيء طبيعي بيقول لي لا. لو جيت قلت لحضرتك مثلا، هديك مثال، لو جيت قلت لحضرتك مثلا هو انا ممكن اخد الموبايل اللي معاكي لو مش محتاجاه؟ هترد عليا تقولي ليه؟ تقولي لا على فكره محتاجاه، تمام. يعني انا هديك الامثله دي ونطبقها على الاي دي اتش دي، تمام. طب لو تقولي مش محتاجاه، ادي كده ده امر سلبي، يعني انا كده بطلب بطريقه سلبيه. لو جيت مثلا قلت لحضرتك على فكره انت حضرتك انانيه قوي عشان مش عايز تديني الموبايل بتاعك، هتروح قايله لي ايه؟ للاسف برضو انا قابلتك بطريقه، ده بنسميه سلوك عدواني بقى، يعني انا قلت لك الامر باسلوب عدواني، فبالتالي طبعا هو الاي دي اتش دي بقى هنا بيرفض الاوامر اللي هي العدوانيه، تمام، فبرضه مش هيستجيب منك. لكن لو جيت قلت لك بقى ايه، لو سمحت اعمل كذا، لو سمحت، وعلى فكره برضه زي ما قلت لك في الاول خالص، البادي لانجوج او لغه الجسد بالنسبه للاي دي اتش دي مهمه جدا، ولازم صوتي يبقى بطريقه حياديه. ما ينفعش مثلا ان انا اقول له قوم يا حبيبي اعمل كذا، قوم يا بابا اعمل كذا. طب لو ما استجبش يا دكتور برضه العند؟ ما انا هقول لحضرتك، ما هو انا لسه جايك بقى في الكلام. لو ما استجبش، بس احنا الاول لازم نعمل ده، يعني احنا نعمل ده وبعد كده نفكر نشوف بقى رد الفعل بتاع الطفل ايه، تمام. هنا في مصير وطلب ورد فعل، احنا بندي اهو المصير والطلب اللي احنا بنعمله مع الطفل، تمام. رد الفعل بقى انا هقول لحضرتك، بس احنا الاول لازم الاسره تعمل ده عشان بعد كده نشوف النتيجه، تمام. هو دلوقتي مثلا خلاص انا نبره صوتي تبقى نبره حياديه، تمام، بدون ما مثلا اعليها او اوطيها، يبقى نبره طبيعيه جدا. تعبيرات وشي ولا قشره ولا اضحك، لان انا على فكره بيبقى ذكي جدا ان انا مثلا ممكن اضحك يروح هو قالب الموضوع بهزار، اجي مثلا ان انا اقشر يروح هو برده واخد ان انا اكني بتهجم عليه، تمام، او ان انا مثلا بشخط فيه، لا. يبقى النبره حياديه والانفعال بتاعتي تبقى حياديه، تمام. طب لو ما استجابش بقى زي ما حضرتك قلت وعاند، اعمل ايه بقى؟ في حاجه عندنا بنعملها اسمها حصر الامتيازات بتاعت كل طفل. مفيش طفل في الدنيا ما عندوش امتيازات. الامتيازات دي انا دلوقتي لو جيت عاقبت بالضرب او بالحرمان او باي اسلوب، للاسف طبعا ليه اثار سلبيه وغلط. طب لو جيت اديت مدعمات او محفزات، برضو نفس النظام، بيبقى احيانا المعزز بيبقى ايجابي جدا، بس بيبقى فتره مؤقته، وبعد كده هياخد ان هو مش هيستجيب، خلاص هيغير لك بقى الحاجه اللي هو بيحبها، يقول لك لا انا عايز غيرها، تمام. فهنا احنا طبعا عايزين نعدل من غير عقاب، ومن غير مثلا نحط محفزات كل شويه او تعزيز كل شويه، لا. احنا نعمل ايه بقى؟ بنربط حصر الامتيازات دي اللي قلتها لحضرتك بالسلوك اللي بيكرهه، تمام. يعني مثلا انا قلت لك حينما تعمل كذا هتحصل على كذا، يعني مثلا لما ترتب غرفتك هخليك تقعد تتفرج على التلفزيون، لما مثلا تسمع الكلام لما نخرج هاخدك معايا تاني واخرجك تاني، تمام. انا هنا بديله، بخليه ان هو يتعلم ازاي ياخد قرار، بيتعلم الاختيار من بدائل، هو على فكره هو بقى هو راحته، هو بيفكر، تمام. طب انا لو عملت كذا الاسره هتعمل معايا كذا ولا لا؟ ماما وابوها هيعمل معايا كذا ولا لا؟ هنا بقى ايه؟ بيفكر، تمام. فدي ليها طبعا بتجيب في معظم الجلسات ما بنتابع مع الاسره، على فكره ليها نسبه تحسن كبيره جدا في العلاقه، ان الطفل ما يعانيش. لازم يبقى في تواصل بصري، ما ينفعش مثلا ان انا وانا بديله الامر الام في المطبخ او بتعمل حاجه قولي يا حبيبي انا سامعاك اتكلم، وهي للاسف مش بصاله، هي فاكره ان هي بتسمعه عن طريق ودانها، لا طبعا هي بتسمعه. لازم يبقى في تواصل بصري. التواصل البصري مهم جدا، لان هي لو ما فيش تواصل بصري هيعاند معاها. هيجي بعد كده لما تقول له طب قول انا قول انت عايز ايه، هيقول لا خلاص مش عايز، لان هو في الاول تجاهلته وما اهتمتوش، تمام. برضو حته ان انا ما بدي الاوامر، بفضل ان انا كمان انصح، لو ما عملتش كذا انت هتبقى كذا وهتبقى كذا وهتبقى كذا، ومش تفضل الام تنصح فيه. طبعا كثره النصح مع الاوامر غلط جدا، تمام، وخاصه ان هو لو ما استجابش الامر، انا لازم ان انا اعيد الامر مره واثنين وثلاثه لحد ما هو اصلا يميل من الامر، تمام. لان هو مين اللي هيسيطر على مين؟ الطفل ولا الاسره؟ الاسره المفروض ان هي تسيطر عليه. فما تزهقش، ما تملش، يبقى تكون صبوره، لان في امهات كتير جدا تقول لك انا اديته الامر وخلاص ما استجابش. لا يعني دكتور، كمان لو هو عنده اعاقه تانية، يعني في مثلا ولد عنده اي دي اتش دي وعنده ضعف سمع، وفي ولد تاني عنده ضعف سمع عنده اي دي اتش دي وعنده صعوبات تعلم، ولد تالت عنده او بنت عندها اي دي اتش دي وتوحد، فبالتالي يعني تشابك الاعاقات او ان يجمع بين اعاقتين اكيد هيبقى في جلسات مختلفه، واكيد هو الاوامر بتاعته مش هينفذها، الاوامر مش هيستجيب للامر بسهوله نتيجه الاعاقه الثانيه، تمام. فالحل هيكون ايه؟ تمام. معظم على فكره الاعاقات بتختلف او الاضطرابات بتختلف، اضطراب الاي دي اتش دي غير اضطراب الاوتيستيك او الاوتيزم.
بيختلف في ايه او اي اعاقه ثانيه زي ما حضرتك قلت او اي اضطراب ثاني. احنا بنحط على حسب او بنشخص على حسب. وحضرتك فتحت نقطه مهمه جدا ان احنا بتقول ان هو ممكن تنطبق الحاجات دي على الاعاقات الثانيه او لا، بس هي الفكره كلها ان احنا بنحط تشخيص لكل حاله، لان عندنا في فروق فرديه. يعني اكبر غلطه بنشوفها وبنسمعها ان الام تاخد راي مثلا واحده زميلتها، تاخد راي صاحبتها تقول لها على فكره انت ابنك عمل كده، لا اعملي معاه كده، انا عملت كده مع ابني وجاب نتيجه كويسه جدا. على فكره دي اكبر كارثه. ليه؟ لان في فروق فرديه، لازم ان انا اراعي اختلاف الفروق الفرديه بين الطفل واخر، ولازم اسال متخصص عشان اخد منه ازاي ان الاضطراب ده هقدر اطبق عليه جلسات العلاج السلوكي دي ولا ما اطبقهاش. لازم اسال المتخصص. ليه بقى؟ ما انا ممكن اقول لي طب انا هجرب. لا، على فكره مفيش حاجه اسمها اجرب في جلسات العلاج السلوكي، لان بصي يعني حضرتك النصائح والارشادات النفسيه والسلوكيه لا تختلف كثيرا عن الجرعات الدوائيه. إذا لم تستثمر من حيث المحتوى والجرعات فسوف تؤدي لآثار نفسية سلبية خطيرة. لأن أحيانا ممكن تنصحك بنصيحة للأسف تكون أشد ضرر من الاضطراب نفسه. يعني دكتور حضرتك تنصح إيه الأم اللي عندها طفل عنده ADHD وعنده إعاقة تانية؟ أول حاجة تتجه إليها إن هي تشخص صح. تشخص صح، لازم تشخص. وعلى فكرة هي ممكن تشخص تمام ونمشي على جلسات أو لو في أدوية مع جلسات العلاج السلوكي، لأن جلسات العلاج السلوكي ده مهم جدا 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 وأثبت نجاحه. احنا ممكن نمشي على جلسات العلاج السلوكي، لو ما لقيتش في تحسن نسيب بقى كده الموضوع، لا نرجع نقيم تاني. لان احيانا انا بخلي الام كل مثلا شهر تعمل ايه، تعمل حاجه اسمها قايمه لحصر السلوكيات السلبيه والسلوكيات السويه. عشان السلوكيات السلبيه دي تقول لي مثلا ابني بيكذب، ابني بيعاند، ابني مثلا سلوكه عدواني، تكتب السلوكيات دي، لازم الام تكتبها عشان نشوف بعد كده بعد الجلسات العلاج السلوكي. نعمل مقارنه بقى. برافو عليك. نعمل مقارنه نشوف ان هو اتحسن ولا ما اتحسنش، ونشوف الجلسات الايجابيه. ما هو احيانا ان هو الطفل ما فيش حد في الدنيا ما عندوش حاجه ايجابيه، الطفل بيعمل حاجات ايجابيه، طب ما نحط لها برضو برنامج عشان نكبرها ونطورها. ما نسيبهاش، لان كل ما عزز في سلوك ايجابي هيكبر ويتطور. لكن ان انا على فكره اخفض في السلوك الاجابه هينطفي. فلازم برضو ما نكرش دور جلسات العلاج السلوكي. احنا طبعا يا دكتور ان شاء الله في حلقات ثانيه حابين بقى نعمل مع حضرتك جلسات على الهوا كده للام، ازاي نقدر ان احنا نساعدها، لان هي كام ما بتقدرش تدخل طبعا مع ابنها الجلسه، فبالتالي مش بتقدر تفيده لان هي مش فاهمه ومش متخصصه. فان شاء الله يبقى حلينا حلقه ثانيه مع حضرتك، وحضرتك تدرب الامهات وتعمل لهم خطه علاجيه كده من خلال سلسله حلقات معانا في البرنامج، ازاي تقدر تساعد ابنها وتعدل سلوكه وهي جوه البيت. شرفتنا ونورتنا يا دكتور محمود، دكتور محمد اسفه. في نهايه الفقره طبعا بشكر حضرتك، وان شاء الله تبقى معانا بإذن الله. شرف ليا وشرف معرفة حضرتك وبالسادة المشاهدين، يعني إن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله. طبعا هنطلع مع حضرتكم تقرير وبعد التقرير نرجع لكم تاني.